أكاديمية ناصر لعلوم التنس تحييكم. النهاردة هنعمل مع الميني تنس إن شاء الله فيديو بسماتش. السماش برضو للأطفال زي الكبار، بس طبعا بنديهم بطريقة بسيطة وبطريقة مبسطة بحيث زي البيبي يتعلم السماتش بسرعة. يلا يا شباب ريدي. برافو جميل هايله ها. يلا بص عينك على الكوره، تشينج يور ليج، غيري ليج، برافو. ها عيني على الكوره وخلص، بس من عندك كده، برافو اهو، برافو. عيني على الكوره لما اخلص، ها بص الكوره واضرب، ها برافو. اللي بعده، ها عيني على الكوره وارفع ايدي فوق، ها هايله. بسرعه شويه ممكن، ها اللي ورا ريدي بوزيشن وجاهز، ها ارفع مضربي اغير رجلي، برافو. عيني على الكوره دايما، ها ها لوك ايز ذا بول، برافو. اللي بعده، ها عينك على الكوره، برافو يا نغم، هايله. يلا يا ابني بص الكورة وفردي ايدي، هايلة. تاني بص الكورة وفردي ايدي، ها برافو. عينك على الكورة وانت بتضربيها، برافو. بص الكورة دي هايلة. اللي بعده، ها بص الكورة، ها برافو. اللي بعده عيني على الكورة دايما فوق، برافو. ها عيني على الكورة، ها هايلة، ها خش ريدي بوزيشن وانت داخل، ها افرد ايدي، هايلة. اللي بعده بص للكورة، ها برافو، ها دايما وانا داخل عيني على الكورة، برافو برافو. هايلة هايلة. خش زميلتها فين، ها وانا واقفة، ها ريدي بوزيشن، ها هايلة، ها عيني على الكورة، ها برافو، ها بص للكورة قبل المسافة، لفت رجلي وعيني على الكورة، برافو. ها خلص كورة، ها افرد ايدي، هايلة. اللي بعده، ها ابص الكورة، برافو. ها يلا منا، ها طب جميل، هايلة. يلا يا سيما بص للكورة وافرد ايدي، هايلة. ها ما دخلش مضربي جوه الشبكه، ها دايما احافظ على المضرب بتاعي خليه بره. يلا يا يارا بص الكره، هايلة يا يارا، ها بص الكره في كنغه وعيني على الكره وخلص، برافو. اللي بعده، ها امنيه بص الكره، ها برافو. عيني على الكره يا سيف، ها برافو. اللي بعده، دايما عيني على الكره، بص الكره، ها برافو. مين اللي بعده؟